الحمد لله، قدر الله وما شاء فعل. هذا وخي اسمت، هذا وخي مات. اللهم الله يجعل ربي يحتسبه شهيد، هو وليدته وعائلته، والله يجعل ربي يرزقنا الصبر. يعني العدد كان 9، يعني المصاب كبير، ولا نقول إلا ما يرضي الله. إن الله وإن إليه راجعون. نتمنى إن شاء الله الحوادث تاع الغاز هذه وإن الناس تنتبه، لأن الحوادث هذه كثرت والأرواح تزهق يعني مجانا. ما عندهاش بزاف، كان في فيلاج شاف دو بريكات فماك، داروا له تكريم، كان ميتي داروا له تكريم، هو يبكي هما يبكوا. واليوم حنا تاني رانا نودعوا فيه، اللهم لا اعتراض. الشخص يتميز بالالتزام بالكفاءة والنزاهة في صفوف الدرك الوطني، الكل يعرفه من 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 من, من, من أصدقائه وكذا من ذويه وكذا من من من, من, من جميع ساكنة خصوصا بلدية الغاصون وولاية البيض. الخبر جانا قريناه عن طريق فيسبوك البارح، البارح كنا في شوك في الليل على الوحدة تاع النهار الصباح، ما عرفناش كاع واش نديرو، ورانا صبحنا دروك ونقولوا إن الله وإن إليه راجعون. بدون هذه فجأة جاتنا احنا نص ليل، وجاتنا مع الأخ تاعنا وولد بلادنا وجارنا وكبرين مع بعضنا، وهذه 9 عوائل يعني راها في ذمة الله. نطلبوا من رب العالمين ومن السلطات المحلية أولا يعجلوا بالشيء اللي مطلوب، وهو المطلوب يعني المطلوب الإسلامي، وهو يعني إكراما 100 دفنة. هذا خوها